مواجهه كايزر تشيفز، وبعض الجماهير كانت ممكن من الممكن يعني بعض الاقوال تتقال دلوقتي ان هو فريق اسهل من الوداد، مش اكيد انتوا مش هتوصلوا ده للاعبين، لان فريق وصل للنهائي اكيد فريق يعني فريق قوي وفريق له احترام. اصل انا مش هوصل حاجه غير الحقيقه مش هوصل حاجه غير الحقيقه. الحقيقه بتقول اول عنا على المباراه النهائيه، لكن عندنا اربع مواجهات محليه مهمين جدا 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 جدا. عندنا مباراه مع بيراميدز يوم الخميس، مش عايز اقول فاصله بشكل نهائي في البطوله، لكن مهمه جدا في مشوارنا وحفاظنا على اللقب المحلي. عندنا مباراه مع سموحه يوم 4، عندنا مباراه يوم 8 مع المقاولين، عندنا مباراه يوم 11 مع المخاصه، ثم المباراه الختاميه والنهائيه 17 لحد دلوقتي مع كايزر تشيفز. يعني عنا عليها تمام، لكن هنخش في مشوارنا المحلي. يعني كايزر تشيفز مش عايزين نقع في الفخ اللي وقع فيه كتير جدا من الانديه، وكتير من الانديه المحترمه قالوا على كايزر تشيفز ان هو مش هيصعد من دوري المجموعات، يعني المرشح الاول والثاني في دوري المجموعات في مجموعته الرابعه كان الوداد وحوريه كوناكري، مظبوط. قالوا كايزر تشيفز مش هيعدي من سيمبا، عدى من سيمبا. قالوا كايزر تشيفز مش هيعدي من الوداد في قبل النهائي، عدى من الوداد. فاحنا مش عايزين نقع في نفس الفخ، هي مباراه نهائيه ختاميه على اقوى بطولة قارية هي دوري الأبطال. المباراة وتفاصيلها واستعدادها لازم يبقى أنت ذهنك حاضر وعارف كويس قوي. كايزر تشيفز احنا لعبناه في حياتنا كلها مرة واحدة، دي اللي هتبقى الثانية. المرة الأولى كانت في كأس السوبر 15/3/2002، كانت على كأس السوبر الأفريقي، النهاردة بتلعب على دوري الأبطال. يعني نصيبنا وقدرنا إن احنا نلعب كايزر تشيفز على طول في أقوى البطولات، فاحنا رايحين نلعب فرقة هي كمان يعني داخله المباراه النهائيه اللي تركيزه اعلى، واللي ربنا موفقه ولازم يبقى يعني ان شاء الله الرحمن يبقى الفوز حليف، واتمنى انه يكون احنا باذن الله، لكن تحضيرنا هيبقى جيد جدا ان شاء الله الرحمن، وان شاء الله الرحمن نخش بالمباراه بمنتهى القوه.